أنا الرئيس حافظ الأسد. عدو الإمبريالية الشرس، يعني عدو إسرائيل والغرب والراجعيين وأمريكا، شيطان الإمبريالية الأكبر. وبالمناسبة أنا بكره الإمبريالية وبقرة العلم الأكبر. أنا الرئيس حافظ الأسد. أول درس لقنته للأمريكيين هو درس الصمود، ربيته للرئيس رونالد ريغان بسنة 85 وعلمته كيف بيكون الصمود. بقيت صامد على سماعة التليفون 13 دقيقة وأنا عم انتظر جنابه ليرفع السماعة ويحاكيني، بتفكرني رح مل، ما بيعرف نفسه طويل. دقيقة بابا. Hello, are we ready? Please continue to hold and thank you for holding. بيقول إنه خليكم على الخط، الرئيس في طريقه إلى التليفون. رح نحط احنا سيد الرئيس معنا على الخط. لا لحتى يجي الرئيس ريغان ما أجى لسا. ايه خليك. انا الرئيس حافظ الاسد. وعلى درب محاربة المصالح الامريكية بالمنطقة عملت المستحيل، قاتلت تحت العلم الامريكي بالكويت ضد صدام حسين، وحاربت منظمة التحرير الفلسطينية بمخيم تل الزعتر وكل لبنان نكاية باسرائيل. انا الرئيس حافظ الاسد. وبكل حركة لمواجهة امريكا وزيولة بالمنطقة ما نسيت قضيتنا الوطنية. انني اريد الجولان بالكامل. طالبت بالجولان بالكامل والجولان بقي كامل بس بعهد اسرائيل. هي استنزفت قدراتها وجبرتها على السيطرة على مساحات واسعة. أنا الرئيس حافظ الأسد. عملت اللي ما قدر عليه عميل الأمريكان حسني مبارك ونجحت بمشروع الجمهورية الملكية. وبعد موتي مباشرة اجت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت عشا مخصوصي لتبارك عملية التوريث. أنا الرئيس حافظ الأسد. نقلت التجربة الديمقراطية الكورية الشمالية لبلادي وفتحت المراكز الثقافية بفروع المخابرات ودخلت الجيش بمشروع تطوير عمران المدن السورية وحملت لواء العروبة واتساندت إيران ضد العراق وبنيت الاقتصاد القائم على التهريب والتعفيش وعادات أمريكا والإمبريالية. ورغم كل هذا طلعوا السوريين من بعدي وشتموني، إنه ليش؟ لهلأ ما عم أفهم.